عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم انا عندنا هاد لاماشين بروتير لا 531، واليوم غادي نهضروا على لي كوروا كيفاش تركبوهم، كيف كومونتي لي كوروا دو سيت ماشين تبوني باش تعرفوا كيفاش تمونتيوهم. لي كوروا كاينه واحدة كبيرة كما راكم تشوفوا، هذه الكبيرة النيميرو تاعها لا 399 ا كما، وكي تعبروها جبروا فيها 24 سنتيم، كي تعبروها بالمتر جبروا 24 سنتيم، كي تقطع لكم تروحوا تشريو تعبروا بالمتر 24 سنتيم. وكاينه الصغيره هذه راكم تشوفوا فيها ها كيفاش جاي دايره، هذه النيميرو تاعها ام بي لا 200 ال، كما راكم تشوفوا كي تعبروا هكذا جبروا 9.5 سنتيمتر 5 سنتيمتر. هذه دركا تبعوني كيفاش غادي تركبوا لي كوروا في هاد لا ماشين. لا بروميير دي شوز غادي نقلعوا هذه اللي راكم تشوف فيها هذا البوان داري، غادي نقلعوا كما هكذا، كان واحد الفيس هنايا تقلعوه هذا ومن بعد تسحبوا هذه هذا ومن بعد نقلعوا هذا لو طوندور نتاع لي دو كوروا، هذا ستان طوندور نتاع لي دو كوروا، هذه انا نقلعو كيما هكذا. وهذا هنا لو موتور اللي راكم تشوفوا، هذا لو موتور، هذه انا نركب الكوروا تاعي، هذه نديرها هنايا هنا نجي دارير هاد البوان داري، من بعد ندخل الكوروا من لهنا كما راكم تشوفوا هنايا، فوالا حاجة سهلة ما تطلبش صعوبة. فوالا راني دخلت الكروة داريار هادي وداريار هادي، دركا غادي نرد هذا البوان داري تاعي، ردو كما هكذا كما قلعتو، ردو كما هكذا ردوه. فوالا حاجة سهلة، طريقة سهلة باش تنجمو تخدمو هاد لاماشين. هاد الطريقة باش تركبو لي دو كوروا راهي حاجة سهلة، غادي ندير لو كوروا تاعي هادي الصغيرة نديرها في هادي الكبيرة اللي راكم تشوفو هنا فيها، فوالا وهادي غادي تركب فيها لو كوروا الكبيرة. شوفوني كيفاش غادي ندير، شوفو مليح، فوالا نركب هنا في لو موتور وندير البوليه هذه الصغيره نركبها فوق هاد لو كوروا الكبيره، فوالا وندير لي فيس نتاعي هنايا، ندير لي فيس. من بعد ما نزير لي فيس ما نخليهم شويه مرخوفين كما راكم تشوفوا، نخلي ماكتا مرخوفين، ومن بعد نطوندي لي دو كوروا، فوالا هذه نطونديها من هنا والاخرى، فوالا هذه راهي مطونديه وهادي راهي مطونديه، غادي نزير لي فيس تاعي هنايا فوالا، ونزير لو فيس هذا تاني، فوالا هنا نزير مليح لي فيس باش الطوندور يقعد كيما درناه يقعد ما يبوجيناش. فوالا دروك لو كوروا هادي راهي مطونديه وهادي راهي مطونديه، فوالا دروك رانا لي كوروا راهم ملاح في بلاصتهم. و لا بروشان فيديو ان شاء الله نوريكم كيف تسدي لكم لو بيدال، كيفاش ديروا باش تشانجيو لو بيدال اللي يكونوا عندكم فاسدين. ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.